شارك سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في الملتقى الإعلامي للمخاطر والتهديدات 2018 الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بتنظيم من المجلس الأعلى للأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقد تضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية شارك فيها نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجال الإعلام وال العلوم الامنيه وتم فيها التطرق الى جمله من المواضيع الحيويه المرتبطه بالاعلام وما يواجهه من مخاطر وتحديات